في بقى هنا سؤال برضو من احمد سلامه على اليوتيوب، بيقول لك ازاي اللاعب يتباع وهو اصلا مجند؟ ما هي ما هو احنا بنتكلم في ايه؟ معلش انا بقول لك اسئله الناس، ما هو دلوقتي دلوقتي كويس انك انت معانا والناس بتسال اي سؤال بيجي لي بقوله لك. هو ما اتباعش، هو اعير، ادي واحد اعير، عير لمده موسم. اه لكن السؤال اللي بيتكلم فيه الراجل المحترم، ايوه طبعا، ما هو ده المشكله اللي حصلت يا استاذ. اسمه استاذ ايه؟ والله نطت مني. آه والله ده سؤال محترم، ما هو ده اللي عمالين نقوله انا والحاج ابو المعاطي، انه الجواب والحكايه والروايه والخطا وكده. طب لما التصريح رجع ما قالولوش ليه رجع؟ بيسألك الأستاذ أمجد عطا. لما إيه؟ لما السيد وزير الدفاع جيب الرفض، الرد جيب الرفض، ليه الناس في بيرم في سوري في مودرن سبورت ما قالولوش يرجع ولا وكيله قال له ارجع؟ يسألوا في هذا الأمر، وإحنا بنقول في أخطاء، وإحنا قلنا وإحنا بتقول إن في أخطاء. طيب اللي بعدها، اللي بعدها الدكتور طارق عمارة بيسألك، هل المرحوم له مستحقات لدى مودرن فيوتشر؟ أنا قلت لحضرتك يمكن في تصريحات قالها الدكتور وليد دابس رئيس النادي، قال إنه فاضل له في عقد اسمنا وأعلن ده في كل وسائل الإعلام، وده حقه على فكرة. طيب أنا اتعاملت مع الدكتور وليد دابس وقلت رأيي فيه بما يملي عليا ضميري قبل كده، ولكن لما تعجب من موضوع التحقيق غلطته. أنت اتعاملت مع دكتور وليد دابس مباشرة؟ طبعا بقول لحضرتك لما حصلت القضية استدعاني وقال لي حضرتك مكلف برئاسة اللجنة القانونية اللي هتمسك مدام فريق فعل اللي بيسلم لك كل النهارده. طيب سؤال هنا، طبعا عقدنا يعني جلسات، طبعا فحص المستندات، هنعمل ايه؟ هنسوي ايه؟ راجل ماليش النادي ده، مش ده لعيب عنده؟ اي طيب سؤال تاني اهوت برضو، شعبان حامد، لا ده بيصلي على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، كان فين طول فتره الاختفاء اللي بلغت 9 شهور؟ احمد حسام بيسالك على المرحوم احمد رفعت، كان فين؟ الله يرحمه ويحسن اليه، كان رجع من القاهره هنا قعد فتره خايف، يعني ما بين خايف يسلم نفسه، طبعا راجل عمره ما دخل اسمه شغل. ايوه طبعا وبتقول له قضاء عسكري وفكره الحبس والكلام من ده. لا ده يا ريت حبس عادي، ده انت بتقول له قضاء عسكري حربي، فبتبقى مخيفه، والولد زي ما قلنا رقيق القلب يعني. ايوه ففضل فتره بيحاول، وانت اقرا كده الرساله تاني هتلاقي الرساله بتاعت الاستاذ نادر بتقول لك نحاول لعل وعسى. اي لحظه اجيبها للناس، انت فكرتني بيها، لحظه اجيبها اهي، رسالة الأستاذ نادر شوقي هوريها لكم على الشاشة. مساء الخير، أنا دي كانت في يوم 29 أكتوبر 23 للأستاذ محمد رشوان. مساء الخير، أنا نادر شوقي، أعتقد يا فندم محتاجين زيارة لأشرف صبحي، يا دكتور وليد يطلب ويحضر، يا يطلب الميعاد وإحنا نروح لعل وعسى يا فندم. قلت له لما يكون وقتك متاح ممكن نتكلم. الرسالة هي توديها هوريها للناس مرة تانية، لأن هو حسسنا في المداخلة إنه ما يعرفكش. أهي وده اسم نادر شوقي أهو أهو، وده الرد أهو. طيب برضو جاي لك سؤال، التسع شهور دول مفيش واحد قدر يقنع أحمد رفعت إنه يسلم نفسه؟ بص بقى، ما هو يعني أكيد أنت اتكلمت معاه في كده. اتكلمت معاه في كده طبعا، قلت له انت كل يوم يعني انت عملت لنفسك ازمه كل يوم، احمد غلبان قوي. واضح 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 واضح، الولد لا كان بيهش ولا بينش، الله يرحمه كان طيب قوي، ويعني واضح انه كان حالم ورومانسي وشايف الدنيا بشكل مختلف، وكان بيثق في الناس وبيصدق اللي حصل. خليني اقول لك الحقيقه، ايوه عشان برضو اعطى كل صحه احمد موجود في النادي، بيتدرب في النادي، يساوي نادي 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 مودرن فيوتشر. خد بالك احمد لعب مباريات، انا عارف ان احمد لعب مباريات، ما كانش بيسافر افريقيا بس، وكان بيلعب هنا في افريقيا. لما جه ماتش افريقيا في السفر الدكتور وليد دابس بيراجع بدايه اتصالي، بقى انا بحكي لك الواقع اهو، بيراجع اوراق اللعيبه، ايوه، فبيسال المدير الفني الاجنبي افتكر او مش فاكر مين، كان فيرمينيو اللي كان موجود اظن، قال له لا مش هينفع يسافر، قال له ليه؟ قال له عنده مشكله في اوراق الجيش، كان اول مره الدكتور يجي يعرف. هو قال الكلام ده فعلا مع هاني حتحوم، واخد بالك سيادتك ازاي؟ فكده قلت له يا احمد، جاب احمد فيه ايه؟ ازاي؟ لا راح مكلم بعض القيادات الامنيه، نصحوه
بانه تشكيل فريق قانوني وان الولد لازم يسلم نفسه. ايوه اتصل بيا فورا قال لي تعالى لي، رحت له مكتبه قال لي دلوقتي الوضع ايه، قلت له يا فندم دي قضيه عسكريه مفيش هزار، هي نسال عليها الاول. اتحبس كم شهر يا محمد؟ بص يا فندم، هو سلم نفسه يوم 5 اكتوبر 9 اكتوبر 9 اكتوبر خرج امتى؟ اتعمل محضر، خرج في مارس. بس خد بالك عشان بس الناس ما تبقاش، هو اصلا مجند. فلما راح سلم نفسه يا جماعه هو مجند، يعني في الوحده العسكريه امر طبيعي، امر طبيعي. ركز بس يا جماعه عشان اقول لك ايه، حبسوه 6 شهور خلاص. لا هو كده مجند، هو ده راح لوحدته، هو راح لوحدته جزر. الله ينور على جنابك. لحين ما تم استدعائه للتحقيق امام سي 28، وبعدين بدا يروح، وبعدين سين وجيم وصاد وعين، وبعدين يرجع وحدته تاني، ثم احيل الى القضاء العسكري امام القاضي الجليل. حضرنا جلسه واثنين وثلاثه واربعه، ثم صدر الحكم كان اعتقد في شهر 12 نهايه 12. كويس. الاول كان الحبس سنتين، وبعدين الطعن بقى سنه، وبعدين قدم نادي، النقطه دي بقى تجاوب على السؤال بتاع الراجل اللي قال لك انت موجود معايا، قدم نادي مودرن سبورت واللاعب وانا اللي مقدم المذكره دي بايدي الى السيد القائد العام للقوات المسلحه لتخفيف عقوبته مبني على حسن نيته واثبات انه حصل ان هي موقع الاوراق وموقع المستندات. صدق القائد العام للقوات المسلحه على الاكتفاء بحبسه شهرين فقط. رئيس خرج في مارس، انتحب بالنادي بتاعه، لعب عادي اثناء وجوده في الوحده. نادي مودرن خاطب رئيس جهاز النبل الرياضه العسكري، قال له ان الراجل ده لعيب كوره ولازم يتدرب، فامر سيادته بانه يتدرب تحت اشراف برامج نادي مودرن فيوتشر مع التدريبات الخاصه بقطاع الجيش. ايوه. كويس، ده اللي حصل. لا بقى تهدد ولا مش عارف عمل لا إن الناس في القوات المسلحه في منتهى الانسانيه. طب اقول لك مفاجاه، يعني في لعيبه راحت، وده يمكن الناس قالوه، في لعيبه راحت بقطاع الجيش وبتاع من الفيوتشر وما حصلش اي مشكله. انا عارف. السعيد راح ما حصلش اي مشكله. قبل كده لعيب اشرف مندي راح ما حصلش اي مشكله. اشمعنى انا احمد رفعت اللي هيعملوا عليه؟ لا مش الكلام ده يا فندم، مش الكلام ده في الله. طيب هي مده تجنيد احمد كانت كام سنه؟ المفروض سنتين. مؤهل متوسط؟ سنتين. سنه. دخل امتى الجيش؟ دخل بعد ما اخوه خلص الجيش، عشان كده اتاخر شويه. اخوه محمد؟ هو خلص محمد دراسته. محمد خلص امتى؟ محمد اصغر من احمد. اصغر من احمد. فاحمد بمناسبه وفاته اللي هو العائل يعني. هو العائل. فاستنى محمد لما دخل وخرج، وبعدين اصابه الدور، فاهم حضرتك؟ بس فدخل هو في نهايه ايامه مع المصري. في نهايه ايامه مع المصري. مظبوط. طيب لما طلع الاعاره كان باقي له قد ايه في التجنيد ويخلص؟ هنيجي نحسبها بالظبط، بحاول. يعني هو طلع، يعني هو طلع في اكتوبر صح كده؟ بص يا فندم، مده غياب احمد رفعت الكامله عن الجيش بالسفر بقى بكله وبهنا بكله 11 شهر. 11 شهر. 11 شهر. دي اللي كانت دي اللي كانت فضل الله، يعني كان قضى يعتبر سنه وفضل له سنه. طيب انا بجيب لك اسئله كل الناس. الناس بيقولوا لي ان الاستاذ هيثم عرابي من بلقاس، عندكم حق من بلقاس يا عم. مريم عمار، يا انكل ينفع انا مجند اسافر اعاره او بيع سنه خارج مصر؟ ده يبقى تفرقه في البلد. مريم بموافقه القوات المسلحه. بموافقه. طب يعني هو هنا بيقول لك يعني ايه؟ هو هنا بيقول لك يعني ما ينفعش وانا جوه الجيش اطلع. لا انا رديت اهو. لو القوات المسلحه وافقت اهلا وسهلا. انا متسائل. يعني لو القوات المسلحه وافقت ماشي. يا استاذ ابو المقاطع، احمد رفعت لو كان كمل عرضه كان هيحتاج يجدد اذن السفر الصادر من الشباب الرياض. لو كان كمل السنه كان هيجدد الثلاث شهور تاني صح؟ مظبوط. ما هو ده الوضع، هو كان عايز يبقى، كان هو لما جاله 3 شهور الاولين هو خلاص افتكر ان الازمه بقى تبقى ايه. طب خليه إيه؟ محمد، في هنا جمله كده متقاله في الاسئله، فخلينا اسالها لك بشكل لطيف شويه. هو وليد دعبس ما يقدرش بعلاقاته
يكلم حد من الكبار قوي يحل الموضوع قبل ما معك. قبل الولد ما يتحبس. يعني سؤال كده جاي لي يعني، يعني الراجل يعني ايه ما يعني ايه بقول السؤال جاي المعنى ده يعني، يعني بقول لك ان وليد دعبس له مكانته الادبيه يعني، يعني ابا ترجم لك الكلام السؤال اللي بيتقال. انا جايب لك فيس ويوتيوب يعني. ده سؤال جميل جدا بس خليني اقول لك ان الكلام ده فندم مش موجود في القوات المسلحه، مش موجود في القوات المسلحه طبعا. وطالما قلت انه راح نيابه عسكريه صدقت من التعبير اللي قلته. ايوه انا قلت ايه القرار جه ايه حاله الملف الى النيابه ايه العسكريه. حياتك مين بقى اتكلم مين في النيابه العسكريه هي يعني. لا وغير كده كمان انا هقول لك جمله تانية، امر وزير الدفاع اللي اتحط على طلب السيد وزير شباب الرياضه ده بقى امر عسكري. ما هو ايوه احاله الكذا ورفض الكذا، وبعدين هو بيرفض طلب وزير خلي بالك يعني، مش بيرفض يعني وليد دعبس ما يقدرش يعمل حاجه ولا دياب يعمل حاجه ولا نادر شوقي يعمل حاجه ولا حاجه، بدليل ان اللي بيقولوا لك دلوقتي نادر شوقي في الرساله لعل وعسى دي معناها كبير. عرفت بقى ان انا قصدي لان انا احنا بعد ساعه وشويه هو توصلنا للنتيجه دي، ولا انت حد ولا اقول ان حد ولا رائف مع حد ولا انت بتاع مش عارف مين. انا عايز اقول للناس كلها الرساله اللي انت قلتها اسمح لي اقولها في دقيقه. اتفضل. اتصل الامر بقرار من استاذ وزير الدفاع، مفيش بني ادم على فكره ده انا قلته على هوا ما اعرفش نادر زي ليه. بني ادم واحد بس اللي كان يقدر يلغيه، القائد الاعلى للقوات المسلحه بس خلاص، اللي هو السيد رئيس الجمهوريه بس خلاص. وفقا على فكره اللي حضرتك بتقوله ده وفقا لاحكام القانون. انا بتكلم على القانون. انا بتكلم على القانون.